المجتمع العربي من خلال تأسيسه لأكبر الصروح التعليمية في مملكة البحرين الشقيقة ومنطقة الخليج العربي. فحصل بموجب ذلك على تصنيفات الفئة الأولى من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين لتكون في مقدمة مشاعر التنوير في مملكة البحرين والمنطقة. فهذا الإهداء هو أقل ما يمكن أن نقدمه للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف حواج. المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود الترحيب بالقافلة السياحية المصرية وحشت، وأوجه لهم كل الشكر والتقدير على قدومهم لوطنهم البحر. دكتور عبد الحفاج رئيس جامعة الأهلية بالبحرين، أهلا بك معنا في أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم دكتور. كلمنا عن دعم الجامعة الأهلية وأهل البحرين لحملة بحشتونة والشعب المصري. أول شيء طبعا زيارة هذه الحملة من مصر أم الدنيا يعني أكبر من كل حاجة، ولذلك الجامعة الأهلية عندما تستضيف هذه الحملة فهي تؤمن إيمانا تاما بأننا نستضيف أنفسنا. إحنا دائما نتمنى أن تكون مصر هي الشقيقة الكبرى. إحنا دائما نتذكر الأيام الجميلة التي نتمنى أن تعود، ولذلك زيارة هذه الحملة لتنشيط السياحة العربية وبداية الزيارة بالبحرين له دلالة كبيرة. الكل يعرف معزة وحب أهل البحرين لمصر، الكل يعرف من جلالة الملك حتى أي مواطن في هذه المملكة دائما يعتزون ويشعرون بالفخر والاعتزاز لكوننا أشقاء لمصر. مصر أم الدنيا، لا ننسى أفضال وفضائل مصر على كل المنطقة منذ بداية القرن العشرين من أيام البعثات العلمية والطبية والصحية. اليوم تأتي إلينا مصر لنعيد أمجاد الماضي، لنتذكر يعني الأيام الجميلة، نتذكر أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، ونتذكر جمال عبد الناصر وأيام القومية العربية، وكيف كنا نشعر بعزة وبافتخار لكوننا ننتمي إلى هذه الأمة وننتمي إلى يعني هذه المجموعة. فاليوم الجامعة الأهلية البحرين كلها حقيقة ترحب بمصر، وأنا قلت للجماعة أنتم لا تأتون إلى بلدكم الثاني بل بلدكم الأول. كيف سيتم التعاون ما بين البحرين ومصر في تنشيط؟ في المؤتمر الصحفي بينا بأننا سنبدأ يعني حول حملة الترويج من خلال تقنينها علميا ومهنيا. فليكن التعليم رافد أساسي من روافد السياحة،
وضربنا أمثلة على العملية التعليمية أو الصناعة التعليمية في دول مثل ماليزيا وأستراليا وأيضا وحتى أمريكا التي تعتبر فيها السياحة يعني الطلابية. السياحة التعليمية تمثل أرقام خيالية. مصر التي تمتلك جامعات من مئات السنوات، مصر وتاريخها العظيم، مصر وثقافتها، مصر وجوها ونيلها، لماذا لا نتعاون في هذا المجال؟ ولذلك قررنا أن نبدأ بالتعليم والسياحة التعليمية وأن تذهب وفود. نبدأ بأول وفد إن شاء الله من الجامعات الأهلية لزيارة مصر لنؤكد لنؤكد للجميع بأن مصر بخير وأن مصر موجودة و يعني كل حاجة فيها كويس. ولذلك الحقيقة رح نوقع بعض الاتفاقيات أيضا مع الحملة. سوف نقدم بعض الدورات السياحية التدريبية في البحرين في الجامعات الأهلية وفي غيرها من المعاهد والجامعات، لأننا متأكدين أن الكل يتمنى أن يحصل على هذا الدعم من مصر، والكل يتمنى أن يزور مصر، الكل يتمنى أن تعود مصر. وأشكر حضوركم وأهلي الدكتور على حصولنا.